تساقط الغزير للأمطار بولاية إليزي يتسبب في خسائر مادية، والسلطات المحلية تشكل خلية أزمة لمتابعة الوضع والإصغاء للمتضررين والتكفل بهم. بمشاركة الجزائر، القمة العربية الطارئة تتوج ببيان ختامي يؤكد أن استقرار المنطقة مرهون بحل القضية الفلسطينية، ويدعو إلى استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. في الجمعة 15 المسيرة السلمية تتواصل في عدد من ولايات الوطن للمطالبة بتعميق الإصلاحات وإجراء حوار جاد وواقعي يسرع الذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة ويجدد الالتفاف الشعبي بجيشه. في غمرة النفحات الإيمانية للشهر الفضيل، المسلمون يغتنمون فضائل ليلة القدر المباركة. في نشرة كذلك، مسابقة تاج القرآن الكريم للتلفزيون تكرم المتوجين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستهل النشرة إذن بالأوضاع التي خلفتها الأمطار الغزيرة ليلة أمس بولاية إليزي، والتي أدت إلى فيضان الأودية التي تسبب في تسرب المياه إلى داخل البيوت، وهو ما استدعى تدخل السلطات المحلية التي شكلت خلية أزمة لمتابعة الوضع والتكفل بالمتضررين. إبراهيم بالخير. بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة إليزي بعد ظهر اليوم، سجلت المصالح المختصة تضرر العديد من المنازل التي غمرتها المياه، كما تسببت سيلان الطرقات بالأوحال والأتربة إلى تضرر قنوات الصرف الصحي. ياسر حوايج صراو في 20 دقيقة برك، هذه يعني سياسة بريكولاج، وخصوصا أنما احنا المشكل الكبير قناة الصرف الصحي هي اللي راهي رجعت لنا للديور وتعمرت لنا الديار، قاعد الديار صارت هذه الدار اللي رانا فيها معمرة من الشارع، دخل الواد من الشارع بعد جاء داخل للديار هنايا، ورانا هذا هو زقينا للحماية ثاني. ايوا ويا وتصبطتيها لنا واك نندغي اغراق نداغي هداق نضوا نرواني ندغمان يا خلو راغي نخلى القاضي النباهي نغراني انا وين الشهادتين أخلان الكتاب الناس أخلان الشهادة الناس يا خلايل. لهذا نطلبوا من السلطات أنهم يستغلوا الفرصة ويرفدوا لي ريزيرف تاعهم، يشوفوا النقائص باسكو كيما تشوفوا مين باير بربو ساعة ولا ما كانش، راهي نص البلاد كما يقولوا في حال فوضى، الطرق راها مقفولة، الكهرباء المقاطع. السلطات المحلية لولاية إليزي وفور تهطل الأمطار تنقلت إلى الأحياء السكنية المغمورة بالمياه للوقوف على وضعية المواطنين المتضررين. لحسن الحظ يعني ما سجلناش ضحايا بشرية الحمد لله، ولكن بعض فيضانات في بعض المنازل اللي غمرتها المياه، وحنا في على كما على قدم وساق متواجدين فرقتنا في كل الاماكن حتى نشوف الاولويات. بالنسبه لجانت بالامس كانت فيضانات يعني كنا ناتي سوربري بالفيضان تاع جانت البارح، والحمد لله ما شاهدناش خسائر بشريه لحسن الحظ ان شاء الله. الحمد لله الفرق تاعنا كانت متواجده في الوهلات الاولى ونقدم الاسعافات لكل المتضررين. هناك خليه ازمه مشكله على مستوى البلديه من أجل إحصاء السكنات المتضررة واتخاذ الإجراءات الاستعجالية. كما جندت السلطات المحلية لولاية إليزي كل إمكاناتها المادية والبشرية للتدخل وتقديم المساعدات للسكان مع موجة الأمطار التي تعرفها منطقة التاصل ناجر. في غمرة النفحات الإيمانية للشهر الفضيل وإحياء ليلة القدر المباركة، يقام سهرة اليوم حفل ديني بالجامع الكبير بالعاصمة، كما نتابع في هذه الصور المباشرة قبل الحفل الذي سيحضره رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح وأعضاء من الحكومة، حيث سيتم خلاله تسليم الجوائز للفائزين الأوائل في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره بمشاركة 50 دولة. كما سيتم تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية التشجيعية لصغار حفظة القرآن الكريم أقل من 15 سنة. الحفل سينقل مباشرة على قنوات التلفزيون الجزائرية.
إذن هي ليلة خير من ألف شهر، تغفر فيها الذنوب وتستجاب فيها الدعوات. ليلة مباركة لها فضائل عدة نتابعها مع وهبة ومزيدات. ليلة القدر هي أفضل ليالي الدنيا، ساعاتها هي أغلى الساعات، لحظاتها أنفع وأمتع اللحظات. تاج رمضان وعزته هيبة الرحمن، نفحات الغفران. أخبرنا أيضا المولى عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بأن قيامها أو العبادة فيها تعدل عبادة ألف شهر، أي أكثر من 83 سنة، وأعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، بمعنى أن الإنسان لو عاش عمره كله وعبد الله عز وجل كل عمره فإنه لن يصل إلى ثواب ليلة القدر. فالإنسان يعمل قليلا ليلة واحدة ولكن يؤجر كثيرا. الشائع في أذهان الناس أن ليلة القدر هي ليلة 27. نعم، من الصحابة من قال بأن ليلة القدر هي ليلة 27، ولكن جمهور العلماء ذكروا بأن ليلة القدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون في العشر الأواخر ابتداء، ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنها تكون في الأوتار، أي في الليالي الوترية. هي ليلة مباركة طيبة سمحة بلجة معتدلة في مناخها يستشعرها الإنسان المسلم، وإذا قدر وأن وقع فيها الإنسان فإن الله عز وجل يعطيه ما يتمنى دنيا وآخرة. فما أعظم فضل الله وما أوسع رحمته لعباده في هذه الليلة المباركة، وهو الفوز العظيم. ممثلا لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، يشارك الوزير الأول نور الدين بدوي في أشغال القمة 14 لمنظمة التعاون الإسلامي التي تنطلق بعد قليل بمكة المكرمة تحت شعار يدا بيد نحو المستقبل. القمة ستقف على أهم التحديات التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية إلى جانب الأوضاع في سوريا ليبيا واليمن. هذا واختتمت في الساعة الأولى من فجر اليوم القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة ببيان ختامي أكد خلاله القادة العرب أن استقرار المنطقة مرهون بحل القضية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وكذا المبادرة العربية للسلام. القمة التي شاركت فيها الجزائر بوفد يقوده الوزير الأول نور الدين بدوي بصفته ممثلا لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، دعت إلى استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وهذا باحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. هذا كما أدان البيان الختامي الهجمات على الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية وما تبعه من أعمال تخريبية طالت السفن في المياه الإقليمية لدولة الإمارات. وعلى هامش القمة العربية الطارئة تحدث الوزير الأول نور الدين بدوي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجدة. وبالمناسبة جدد رئيس السلطة الفلسطينية تثمينه الكبير لموقف الجزائر الثابت والوفي للقضية الفلسطينية، كما اتفق الطرفان على بعث العلاقات الثنائية في كل مجالات التعاون، واستعرض الأحداث الدولية الراهنة لا سيما التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية. للجمعة 15 على التوالي إذن خرج المواطنون في عدد من ولايات الوطن عبر مسيرات سلمية رافعين الراية الوطنية ولافتات وشعارات تطالب بمواصلة تعميق الإصلاحات وإجراء حوار جاد وواقعي يسرع الذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة وديمقراطية. جدد المتظاهرون الالتفاف الشعبي بجيشه من خلال تثمين مرافقة المؤسسة العسكرية للحراك. وهذه الصور التي نقلتها فرقنا التلفزيونية من مختلف الولايات على غرار العاصمة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، من غردايا ومن قسنطينة إلى تلمسان، كان فيها صوت المواطن موحدا من أجل تجسيد دولة الحق والقانون وتحرير العدالة والذهاب إلى جمهورية جديدة. الشعارات تعددت من المدية إلى تيزي وزو ومن ميلا إلى وهران، أصوات تدعو إلى الوحدة الوطنية.
كاين بعض العباد ما حبوا يخسروا لنا اسمو، ما حبيناش نوليو 90 91. هذا ايه واش غنحسوا انا حسوا باش تسقم البلاد باش هذوك حنا كبرنا، مي الدراري صغار لازم يلقاوها مليحه الجزائر خرج جاي تال حتى ما قل ضمانات من هنايا يفوسيرين من هنايا يتروفين سوليسيون انكليزيف من هنايا، هذا ما كان وتكون حره مستقله ولا خد نولوكا كما كانت بكري نولوكا بيان نولوكا لاباس بينا ولادنا كاع ملاح والحمد لله. سمعت انا نايد المؤسسه العسكريه كاينين فيها رجال، سمعت ويديروا لنا الحوار وفيما يخص الحوار حنا توجور الجيش الجيش تاعنا وخاوة خاوة توجور مساندين المؤسسة الشعب الجزائري المؤسسة العسكرية مساندها لأقصى الدرجة. هذا الشعب راه يهدر باللي أنا الحوت على انتخابات نمامو نديروها مقبل نمامو ورانا دروك بالرئيس ورانا دروك في الحلول تاعنا اللي رانا نطالبوا فيهم، رانا نطالبوا حنايا باش بلادنا تسقم باش حنا نكونوا هذه البلاد بلد امن. هذا الشعب هذا راه واقف مع بعضه بعض، راه كاين الخيرات راه كاين كلش راه كاين الخير شاين ان شاء الله رب العالمين يفتحوا لنا بيبان العمل بيبان الخير، هذا اللي نطالبوا بهم حنايا ويكونوا رجال منا من الجزائريين. كاين طيقوا خرجوا الرئيس وطيقوا خرجوا الرجال. احنا نتمنوا السلميه تاع الحراك ونشكر المرافقه نشكر المرافقه تاع الجيش لهذا الحراك والاستجابه للمطالب السابقه. نطالب هيئة الأركان أنها تواصل في الاستجابة لمطالب الحراك والمرور بطريقة سلمية سلسة إلى الجزائر الجديدة. نعتقد أن الذهاب إلى مرحلة انتقالية طويلة هو الدفع بالجزائر نحو المجهول. السلام عليكم. بارك الله. ومع استمرار الأزمة السياسية في البلاد يبقى الحوار السبيل الأنجع لتجاوزها، الحوار الجاد الذي أكد عليه الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال زيارته للناحية العسكرية السادسة والتي حملت رسائل طمأنة لمرافقة الجيش للشعب ومحذرا من محاولات أطراف لتعطيل كل المساعي الوطنية الخيرة لإيجاد حل في أقرب وقت. دلال بوطبة. من أقصى الحدود وأبعد النقاط ومن عمق رمال وعرة تسير المؤسسة العسكرية تموجاتها بهدوء متزن وحذر شديد من أي سراب قد تضيع معه الجهود في متاهات رفض كل شيء وتخوين كل مبادرة أيا كان مشربها أو مصدرها. المشهد يتجاوز شهره الثالث ولا ورقة طريق جامعة على الساحة السياسية المنقسمة والتي لم تتمكن إلى حد الساعة من الجلوس على طاولة واحدة، والمفارقة أن تدعو المؤسسة العسكرية مجددا إلى الحوار الجاد والواقعي والمتبصر، حوار تشارك فيه شخصيات ونخب وطنية يضع الجزائر فوق كل اعتبار، فلم يعد هناك مجال للتأخير أو النقاش العقيم، بل وجب الوفاق اليوم بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها والعودة بأسرع وقت ممكن إلى صناديق الاقتراع بإجراء الانتخابات الرئاسية. حل دستوري قانوني لم تذكر المؤسسة العسكرية تاريخا محددا له، فيما لا تنازلات ولا استعداد حتى من طرف البعض لسماع الآخر. أكثر من ذلك أطراف تسعى إلى التأزيم وتبحث عن إطالة أمد الأزمة بمحاولة تعطيل المساعي الوطنية الخيرة في وقت أصبحت فيه بعض الأبواق في الداخل أو الخارج أخطر على الوطن من أي تهديد آخر بتعمد نشر الأخبار المزيفة والأكاذيب عبر الوسائط الإعلامية، والهدف تعفين أي مناخ للتفاهم بتعمد تضليل الرأي وفق مخططات مدروسة تم إعدادها بمكر شديد قصد التشكيك في أي فعل يهدف إلى تهدئة وطمأنة الشعب. وبين الضوء والظل وسائل الإعلام أمام مسؤولية أن تكون لسان صدق هذا الشعب بتبليغ مطالبه الحقيقية دون تشويه أو تزييف أو استغلال لأغراض أخرى غير خدمة الوطن.
خرجة المؤسسة العسكرية هذه المرة جاءت من أقصى شريط حدودي تجابه فيه تهديدات أمنية جسيمة، لتؤكد بأنها أيضا الحامية للحراك والضامنة للعدالة، وترمي الكرة في مرمى كل جهد مخلص يصدر عن أبناء هذا الوطن، سيما الشخصيات الوطنية ذات القدرة على تقديم الإسهام الصائب لإيجاد حل للوضع. وتبقى لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بضرورة الاستخدام القتالي للطائرات بدون طيار جزائرية الصنع، وخاصة خلال مهام مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، ومواصلة للعمليات المنفذة الشهر الماضي في نفس الإطار. نفذت طائرات بدون طيار الجزائر 54 صمام، الجزائر 54 5 جويليا 62، الجزائر 55 زكار يومي 29 و30 من الشهر الجاري. نفذت طلعات جوية نهارية وليلية بغرض تدمير أهداف للجماعة الإرهابية، وتم تحديدها خلال تنفيذ مهمة استطلاع جوي عن طريق طائرات من نفس الطراز. واستهلت المهمة بتنفيذ استطلاع جوي تمكن من خلالها أطقم الطائرات من الحصول على بيانات آنية تم على ضوئها تحديد الأهداف المراد تدميرها، لتباشر الطائرتان بدون طيار مهمة طلعات جوية وتدمير الأهداف، وهي المهمة التي نفذت بنجاح عبر مهمتين جويتين، الأولى ليلية باستعمال تقنيات ومنظومات الطائرات بدون طيار التي تتلائم مع العمل في الظروف الليلية، والثانية نهارية في اتجاه الأهداف المحددة. وقد نفذت المهمتان في ظروف جيدة، وأظهر من خلالها الأطقم الأرضية لهذه الطائرات تحكما عاليا في تنفيذ مثل هذه المهام، فيما أثبتت الطائرات كفاءتها القتالية والعملياتية ونجاعتها في تنفيذ مثل هذه المهام وتدمير الأهداف. في التعاون شارك وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود اليوم وأمس في أشغال ندوة رافعة المستوى للاستثمار في السياحة المستدامة المنعقدة بمدينة بورغاس البلغارية. بن مسعود أبرز الأشواط التي حققتها الجزائر في مجال التنمية المستدامة الشاملة وتحقيق كل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بفضل الاستثمارات في مجال الهياكل القاعدية وتطوير منشآت حماية البيئة. بدورها نوه الجانب البلغاري بالمشاركة الفعالة والمميزة للجزائر في الندوة، مشيدا بجودة العلاقة الثنائية بين البلدين. أسدل الستار سهرة أمس على مسابقة تاج القرآن الكريم في طبعتها التاسعة بتتويج كل من نور الدين طيبي من ولاية المدية وأسماء بارور من ولاية بتنة. حفل الختام حضره وزير الداخلية والجماعة المحلية صلاح الدين دحمون ووزير الاتصال حسن ربحي ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي، إلى جانب المدير العام للتلفزيون سليم رباحي. اسماعيل بوطيبان. وأجلب عليهم بخيلك نلتقي لنرتقي في ليلة التاج الذي كان في طبعته التاسعة لصاحب الصوت الندي الذي جمع بين الأحكام والتلاوة، فنال من بين الثلاث شرف تاج القرآن. هذا قربان لله عز وجل، ثم بعد ذلك أهديها لعائلة الكريمة ابتداء من والدي الكريمين وزوجتي وبنتاي الصغيرتين وإخوتي وجميع أصدقائي وجميع الجزائريين إن شاء الله. صوتها يلامس قواعد التجويد والقراءة، خشوع في التلاوة. نالت أسماء بترتيلها المرتبة الأولى في صنف الإناث. أهدي فوزي هذا لوالدي الكريمان ولشيوخي ولكل أصدقائي وأهلي وأساتذتي كلهم. برنامج تاج القرآن كرم كل الأوائل، كما كرم أيضا مفكر بني يزقن محمد موسى بابا عمي ضيف الختام. ولذلك مثل هذه المناسبات تعيدنا دائما إلى الذاكرة وتذكرنا بأن هذا الوطن جذوره تضرب في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي تراث الأمة عموما. الحمد لله الذي وفقنا لهذا الإنجاز ووفقنا لتدريس هؤلاء المتسابقين مجموعة من الدروس التي استفادوا منها إفادة كبيرة في أحكام التجويد وفي الأداء الصوتي والنغمي. التلفزيون الجزائري أضاف لمسة روحانية على ليالي رمضان وسجل في قائمة التاج تاسع قارئ جزائري بامتياز.
في اليوم العالمي لمكافحة التدخين، وقفة عند الفنان التشكيلي سالك عنقاري الذي اعتمد على ريشته لمحاربة الآفة. مصطفى بن دينا. التدخين آفة من الآفات الخطيرة، والسيجارة عبر عنها الفنان السالك عنفاري بالرصاصة القاتلة، رصاصة مؤجلة ولكنها أكيدة في مفعولها المدمر لصحة الإنسان. حاولت ندير هذا المجسم باش الناس يعني على الأقل يتأثروا به. انت واش عبرت به؟ يعني سيجارة ورصاصة، واش تعبر؟ درت السيجارة ودرت حداها يعني رصاصة، معناها انني يعني نفس القتل، يعني هذاك يعني الدخان يعني قتل بطيء والرصاصة قتل يعني سريع، في النهاية جماجي يعني الناس يعني كل هذا لم تدخل. من ورشته الصغيرة بمدينة تندوف، الفنان السالك عنفاري يرحل في عوالم الطبيعة والتراث والتاريخ، وضد التدخين يسجل وقفة فنية بالمجسم والفرشاة والألوان. تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة مغنية من إحباط عملية تمرير كمية من المخدرات كانت مخبأة بأحكام داخل سيارة سياحية. هذا وقامت المصلحة بإعداد ملف قضائي سيقدم بموجبه المتورطون أمام محكمة مغنية بتلمسان. متفرقة دولية نتابعها مع خالد ذهبي. الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يدعو نظيره الأمريكي إلى الحوار بعد إعلان دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على كل السلع الواردة من المكسيك بحجة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده عبر الحدود معها. بركان جبل أجونغ يثور في جزيرة بالي الإندونيسية، حيث تصاعدت سحب دخانه إلى أكثر من 2000 متر في السماء، ولحد الآن الرماد البركاني لم يتسبب في حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية. يشار إلى أن آخر اندلاع بركاني كبير قد حدث في عام 63 900 ألف، وتسبب حينها في مقتل أكثر من 1000 شخص. في المتجر، فرق الإنقاذ تواصل البحث عن أحياء في كارثة غرق قارب بعد اصطدامه بباخرة في نهر الدانوب وسط العاصمة بودابست. 21 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، والحادث خلف إلى حد الآن هلك 7 أشخاص من جنسية كورية جنوبية. إلى الرياضة الآن، حيث توج المجمع البترولي للكرة الطائرة رجال بكأس الجمهورية لموسم 2019 بعد فوزه في النهائي على حساب فريق أولمبي الميلية ب3 أشواط لصفر، وبهذا يكون قد حقق الكأس 14 في رصيده. أما في كرة القدم، وبعد تتويج اتحاد العاصمة بلقبه 8، أقامت سهرة أمس ولاية العاصمة حفلا تكريميا على شرف أبطال الجزائر في أجواء رمضانية تقاسمتها وجوه كروية سابقة للنادي ومدعوون من أندية عاصمية أخرى. فنيا الآن، حيث اختتمت سهرة أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا فعاليات ليالي الجزائر، والتي خصصت لعرض التراث الثقافي والسياحي للشرق الجزائري. فؤاد أحماني. مشك ختامها كان من شرق البلاد. ليالي الجزائر في ليلتها الختامية أحيتها فرقة رحاب من باتنا الأوراس، وفرقة من المالوف القسنطيني، ومجموعة الرقص التقليدي من عنبة تتخللها حكاية تراثية. صوت الأوراسي يتميز على غيره في باقي جهات الوطن 100%، عالي بزاف، وحتى من القصبة راهي في باقي جهات الوطن تعزف ب6 ثقبات، احنا القصبة نتاعنا ب7 عالية، هي الاخر. وتثمينا للتراث الحي، جابت وزيرة الثقافة رفقة أعضاء من الحكومة على معرض تقليدي نظم بالمناسبة بقصر الثقافة مفدي زكريا.
عندنا برنامج تاريخي فيما يخص موسم الاصطياف قاعدين نعملوا عليه. ايضا عندنا عمل ايضا قاعدين نقوموا عليه فيما يخص لو سيت ويب تاع وزارة الثقافة اللي راح يجينا بحلة جديدة. فعاليات ليالي الجزائر هي محطة أخرى للحفاظ على الفن الأصيل سواء التراث المادي أو غير المادي. تعرف أزقة وشوارع مدينة غردية ليلا نشاطا مكثفا حيث تبحث العائلات عن الراحة والاسترخاء في جو من الأمن والسكينة. سمية مزور. ليالي غردية لا تختلف كثيرا عن نهارها، فبعد الإفطار تدب الحركة في شوارعها إذ تخرج العائلات للتنزه والترويح عن النفس. نهار رمضان في غردية ما شاء الله، يعني كاين مناطق ما شاء الله في سيدي عباس مثلا، ولا هنا في المانج في بوهراوة، يعني بعد الإفطار وبعد صلاة التراويح قوموا بجولات في الليل. كاين أماكن عائلية نجوا نفوتوا فيها السهرات، كما المناطق كما راك تشوفوا هنايا مليحه بيا، سما وين يتنفسوا العائلات، كاين وين كاين الامن. مساحات خضراء وفضاءات متنوعه تجد فيها العائلات فرصه الاسترخاء وقضاء اوقات ممتعه. رانا موفرين لنا الساحات هادم نخرجوا للسهره، السهرات رانا لهنا مليحه، كاين الامن كما راك تشوفوا، كاين الترفيه لهنا الحمد لله. نخرجوا الدراري نرفعوا عليهم كما راك تشوف. الساحة اللي رانا متواجدين فيها اليوم هي فتحوها مؤخرا ومتنفس العائلات في شهر رمضان، كاين ألعاب الأطفال من بينها الأحصنة الألعاب، يعني حتى ساعات متأخرة. هي إذن أجواء ليالي غردية تقضيها الساكنة رفقة الأهل والأصدقاء في مثل هكذا فضاءات بحثا عن الراحة والاستمتاع. إليكم الآن تذكيرا بالعناوين. التساقط الغزير للأمطار بولاية ليزي يتسبب في خسائر مادية، والسلطات المحلية تشكل خلية أزمة لمتابعة الوضع والإصغاء للمتضررين والتكفل بهم. بمشاركة الجزائر القمة العربية الطارئة تتوج ببيان ختامي يؤكد أن استقرار المنطقة مرهون بحل القضية الفلسطينية ويدعو لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفي الجمعة 15 المسيرة السلمية تتواصل في عدد من ولايات الوطن للمطالبة بتعميق الإصلاحات وإجراء حوار جاد وواقعي يسرع الذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة ويجدد الالتفاف الشعبي بجيشه. وفي غمرة النفحات اليمنية للشهر الفضيل المسلمون يغتنمون فضائل ليلة القدر المباركة، وتابعتم أيضا مسابقة تاج القرآن الكريم للتلفزيون التي تكرم المتوجين. شكرا لكم على المتابعة، تبقى عنواننا الإلكتروني في الخدمة صحفتكم. إلى اللقاء.